مساء الخير يا مدام. انا ابراهيم الطاير، زميل الاستاذ حسين رأفت جوزي اللي هرب معاه من سرايه المدنيين. راح في ايه؟ خايفه كده ليه؟ خايفه على نفسك؟ طب لما انت بتعرفي تخافي زي كل الناس، ما خفتيش على جوزك ليه؟ على بنتي؟ على بيتي؟ على نفسك؟ من ساعه زي دي يطلع لك واحد صايع زي حالاتي؟ الحساب موجود. موجود اي نعم، الحساب موجود في الاخر، بس ساعات بيبقى في حساب في الدنيا. انا جاي عشان اخلص عليكي. حرام حرام حسين يضيع بسببك انت، حرام راجل محترم يضيع علشان واحده زيك. مرجوك، انا في هاردك يا استاذ. انا مش استاذ يا عليا، انا حرامي. صعب انك انت تبلي فيني. مدام، قبل ما اخلص عليكي عايز اسالك شويه اسئله كده سهله. ها؟ اسئله سهله ولذيذه زي اللي بيسالوها المذيعات بتوع التلفزيون مع الساده الضيوف. مدام مدام سوسن، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. تقدري توصفي لنا شعورك ايه بالظبط لما وديتي جوزك سرايه المجانين؟ طب بلاش الاسئله السخيفه دي، اسالك سؤال تاني كويس. تقدري تقولي لنا شعورك ايه وانت في اوروبا؟ اتفسحت كويس في اوروبا يا مدام سوسن؟ شفت ليالي الانس في فيينا؟ ياسمين الحلوه الاموره اخبارها ايه؟ ارجوك كفايه كفايه. ياسمين لما ماتت مين كان جنبيها؟ ارجوك ارحمني، انا مش قادره استحمل خلاص. عايزه تستريحي مش كده؟ وهي فين الراحه؟ ما بقاش في راحه خلاص بعد اللي حصل. الراحه بقت سكتها بعيده قوي. بعيده ازاي؟ الراحه قريبه قوي يا مدام. الموت راحه، هتموتي هتموتي، حتى لو حصلت لي سكته قلبيه حسين جاي. يشرف. يشرف ايه يا ولية؟ انا انت فاكره جاي يشرب شاي؟ انت جنسك ايه بالظبط؟ عايز افهم انا. انت جواك ايه؟ خرسانه اسمنت؟ اقول لك جوزك جاي يقتلك تقولي لي شرف؟ انا خلاص ما بقاش يهمني. ما بقاش يهمك ايه بالظبط؟ ما بقاش يهمني اي حاجه في الدنيا. العيشه ملهاش لازمه. مدام مفيش وقت، كويس ان انا جيت قبل حسين. ممكن تهربي، يلا. اهرب ليه؟ علشان تنفدي بعمرك. يا ريت حسين يقدر يقتلني عشان يستريح. يستريح ده ايه؟ ده هيشنقوه. انا خلاص ضاع مني كل حاجه في حياتي، بنتي وبيتي وجوزي. يا ريت حسين يقتلني. شوف يا جدع الولية، بقى مش مكفيك ضيعت الراجل وانت عايشه، عايزه تضيعيه كمان وانت ميته؟ يلا يلا مدام، حسين مش ممكن يضيع بسببك. انت بعد كده تروحي في 60 داهيه، تموتي، تتجوزي، تسافري، دي حاجه ما تهمش اي حد. انت ست كدابه على فكره، ده انت داخله من الباب ولا همك اي حاجه. تكونيش عامله كمين لحسين على الباب. فعلا البوليس على باب العمارة. شوف الولاية القادرة يا جدع. الحمد لله انك انت ما حطيتيش بوليس كمان على المواسير. مطمنة، عارفة ان حسين راجل محترم مؤلف، ما يعرفش يتشعبط. ما عملتيش حساب واحد صايع زي حالاتي يطلع لك على حبال الهوى. يلا يا مدام، يلا اعملي حاجة واحدة كويسة في حياتك. افتحي الباب ده واخرجي، سيبي البلد دي خالص. حسين مش ممكن يضيع في الأول وفي الآخر بسببك. قد كده حسين يهمك؟ ايوه. طب اتفضل روح لحالك. اروح لحالي ده ايه؟ هو انا جاي اشحت منك؟ اروح لحالي من غير ما نتفق؟ خلاص اعتبرنا اتفقنا. انت عايز نعمل ايه بالظبط عشان تصدقني؟ تهربي. بس أنا عايزة منك خدمة.
لو شفت حسين قبلي اطلب منه انه يسامحني. مدام عايز اقول لك حاجه، انا بطلع المواسير اسرع ما بنزل عليها، لو طلعت دموعك دي دموع تماسيح هطلع لك. كل اللي هعمله ان انا هنزلك الشارع، بس مش من السلالم، سقط من منوى تتفشفش دماغك. اقف عنك، سلم نفسك يا حسين. حسين يا خساره حسين، الحمد لله انك انت ما قتلتش. سيبوني. احنا من الداخليه يا استاذ حسين، مفيش داعي للعنف. سيبوني، ابعدوا عني. سامحني يا حسين، أستاذ حسين. أنا جاهز. جاهز ليه؟ جاهز لأي حاجة أنتوا عايزينها. المستشفى تاني مستعد، السجن برضه مستعد، كله زي بعضه سيان عندي. لا مستشفى ولا سجن، الحمد لله لا أنت مريض ولا أنت متهم بحاجة. لا، في جريمة أنا ارتكبتها. وإيه الجريمة دي يا أستاذ حسين؟ بالتأكيد أنت عارفها. الحقيقة احنا ما عندناش معلومات عن أي جريمة. أنا قتلت راجل اسمه عتريس، عنده مزرعة وبيربي مواشي. عتريس عايش؟ ده راجل خط خبط على دماغه وأغمى عليه وبعد كده فاق. بالسهولة دي؟ دي الحقيقة. طب لو صدقتك بخصوص عتريس، الشروع في قتل سوسن مش جريمة القانون بيعاقب عليها. هو مين قال إنك كنت عاوز تقتلها؟ انت كنت في حاله غيظ وكنت عاوز تضربها عشان اعصابك تهدى. امال عايزين مني ايه بالظبط؟ ولا حاجه. يعني اقدر اخرج؟ ايوه، بس بعد. بعد ايه؟ اهي بعد دي بقى انا مستنيها من بدري. بعد ايه؟ بعد ما تقول لنا فين ابراهيم الطاير. هو من ساعه ما كان معايا في اسكندريه ما اعرفش عنه اي حاجه. يعني انتوا ما جيتوش مصر مع بعض؟ ارجوك يا فندم اسالني عن نفسي وبس، اي حاجه خاصه بحادثه عتريس انا. صدقني عتريس عايش. ما انا عايزين ابراهيم ليه؟ احنا عاوزين ابراهيم عشان ننقذ حياته من موت اكيد. ازيك يا نعيمة؟ وحشاني. ازيك يا ابراهيم؟ ايه مالك يا نعيمة؟ مين جوه؟ مخبر. اللي جاب المخبر يا نعيمة؟ وعايز ايه؟ في حاجة يا ست نعيمة؟ لا يا سي مصطفى، ده الواد بتاع العيش وانا بحاسبه. مصطفى، الله، ده انتوا عارفين بعض كويس بقى. انت بلغت البوليس؟ ابراهيم انا عايزك عايش يا ابراهيم، والعصابه وراك وراك والبوليس. غبيه لحظه واحده يا ابراهيم، خلي بالك من التليفون يا سي مصطفى، انا طالعه فوق السطوح الم الغسيل، الملايات منشوره. قدامي. انا محدش بيختار لي سكتي ابدا، انا اللي بختارها دايما، اروح اسلم نفسي، اروح في داهيه، انا حر. هو ديك بقيت حر دلوقتي يا ابراهيم، اعمل اللي انت عايز تعمله.
انا بلغت البوليس عشان مش عايز اخسرك يا ابراهيم. انا تعذبت عذاب ما حدش شافه، دخلت سرايه المجانين، قضيت ليالي ما حدش شافها، خدت جلسات كهربا شعواتت نافوخي، اشتغلت مرمطون تحت البهايم، رمل الصحراء هرى رجليا، الموت كان جنبيا خطوه خطوه، بعد ده كله تروح تبلغي عن البوليس؟ وحتى لو نفدت من العصابه ومن البوليس كمان، ابراهيم الفلوس مش هتساعدك زي ما انت فاهم يا ابراهيم. امال ايه اللي هيساعدني؟ الجيب الفاضي، الدنيا اللي حوالينا عاوز الفلوس. انا تعبت، تعبت خلاص، عايز اعيش الدنيا، مش عايز اتفرج عليها، عايز اعيشها نعيمه. ومعاكي، معاكي نعيمه، انا بحبك نعيمه، بحبك، انت عارفه كده كويس. ابراهيم اول مره تقولها يا ابراهيم. انا بقولها دايما، دايما بقولها، بس من غير ما حد يسمع. نعيمه انا مش هسمح لاي حد يعطلني، اوعي تقفي في سكتي، فاهمه؟ شوفك فين بعد كده يا ابراهيم. ليه عايزه تبعتي ورايا مخبر كمان؟ ارجوك يا ابراهيم ما تعذبنيش اكتر من كده. ايه بتمشي على الكورنيش هتلاقيني. كورنيش لسه فاكر يا ابراهيم؟ بعد ما زعفراني اتقبض عليه الحاجات دي لا يمكن تستنى هنا. بس مفيش حد نطق منهم بكلمه يا فندم. وحتى لو نطقوا انا راجل طول عمري بعيد عن الشبهات ومفيش دليل ضدي، ثم انا مش هسيب زعفراني كده، هجيب له محامي شاطر يترافع عنه. يترافع عنه طبعا، يوديه في داهيه مرافعه تدخله اللومان. كنت فين يا زفت لغايه دلوقتي؟ في خبر مش كويس يا بيه. ايه؟ البوليس مسك الطاير؟ لا، مسك حسين زميله يا بيه. وانتوا كنتوا فين لما البوليس وصل له قبليكوا؟ ما هو من خبيتكوا. يبقى كل حاجه ضاعت. أكيد الهباب المؤلف ده عارف هو فين وأرشد البوليس. يعني فلوسنا طارت لغاية دلوقتي يا رشون بيه، لسه ما حصلش حاجة، وظهر الراجل المؤلف ده قافل خالص ومش عايز يتكلم. وتفتكر لغاية إمتى هيفضل قافل؟ ده مش هيستحمل ليلة واحدة في التخشيبة وعلى طول هيخر على كل حاجة. إبراهيم الطاير مش هيفلت من إيدينا المرة دي، كل شارع في راجل من الرجالين. الكلام ده سمعته كتير ومش عاوز اسمعه تاني. انا عاوز ابراهيم الطاير قدامي تحت ايدي. يلا ساعدني لم الملفات معايا. والملفات دي هنوديها فين؟ نحرقها؟ نحرقها ايه يا مغفل؟ دي كل ورقه من دول تساوي ملايين، دي لازم تتحفظ في مكان امين. البلاوي دي لو وقعت في ايدين البوليس انا وانت وغيرنا هنروح في داهيه. طب نوديها فين؟ لمه بس هتدبر. انا فرع. نعم. قابلني بالليل في مكتبي في الملاهي. رشحون بيه سعادتك هتشيل مسدس؟ ما بدهاش، لازم ادور على الطاير بنفسي. اخر لفه في الشوط الاخير.
وبعدين كده الحصان هيقف، هياخد نفسه، هاخد نفس على النيل، فندق وكازينو للطائر. ازيك يا حاج رضوان؟ الله يسلمك، ربنا يطول لنا في عمرك. اتفضل. ده مشي يا حاج. برضه مشي. يا اخويا كلهم مستعجلين. برضه يا فتحي ما انتش فاكر ده مين؟ ده فات علينا تلات اربع مرات دلوقتي. مش فاكره يا حاج. مش ممكن. حفتيكو مش تفتح انت ماشي نايم. انا متاسف. انا متاسف، ده اللي بناخده منكم. متاسف بتاعتك دي، هتكولي البدله ولا هتلمع الجزمه اللي دوست عليها؟ يا عم حقك عليا، خلاص انا غلطان. خلاص على تلاقيح. بقول لك ايه، لو سمحت يعني انا اعرف واحد شبهك بالظبط، بس حضرتك قبها وعليك القيمة، هو بقى صايع قوي وضربه السن. وانا اعرف واحد شبهك بالظبط، بس انت منيل عنه وهو حمامة ابراهيم الطاير. معقولة؟ ازيك يا ابراهيم؟ انا افتكرتك هجرت ولا مت بحادثه ولا خدت تأبيد. يخرب عقلك. بركه اللي انت بخير يا حمام. الله يخليك. انما الظاهر انك انت بقيت في العلالي قوي. ها ايه القبهه والشياكه والحاجات الحلوه دي؟ انت غيرت الشغلانه بتاعتك ولا ايه؟ ها بطلت تنشل في الاتوبيسات، بقيت بتنشل في الطيارات. ها اتوبيسات ايه وطيارات ايه؟ انا خلاص بطلت. بطلت تنشل؟ امال ايه هذه القبهه والشياكه والحلاوه دي؟ ايه مش الشغلانه الجديده؟ شغلانات ايه؟ اوعى تكون حرفت حمام. حرفت ده يا ابراهيم؟ بقيت فنان كبير. اه يبقى انا عرفت. انت بتطبل ولا رقاصه دلوقتي؟ جرى يا ابراهيم، بقول لك انا فنان كبير، عندي مرصح وجمهور وفنانين. انا نفسي برشح نفسي لجائزه الدوله التقديريه عن دايره حي الازبكيه. الله، هم الناشرين كمان بياخدوا جائزه الدوله التقديريه؟ وقتك انتهى. شفتك وسلمت عليك، الكارت بتاعه اهو. ابقى مر عليا. انت عامل ايه؟ مش بطال. اه تبقى تعبان، تبقى فوت عليا امشي لك امورك. عن اذنك. بقول لك ايه، انا معاك انت فنان كبير وكل حاجه، بس جنب الشغلانه دي مفيش حاجه تانية. قلت لك خلاص، يبقى اتصل بيا. انا جاي اشتري اكسسوارات وملابس للجوعه بتاعتي. عن اذنك. تاكسي تاكسي. سبحان العاطي الوهاب. اهلا انسه زينب. الحمد لله على السلامه. خير يا فندم، استدعتوني من اسكندريه ليه؟ علشان الاستاذ حسين رأب. لقيتوه؟ الحمد لله قدرنا نوصله في الوقت المناسب، بس للاسف مش عايز يرشدنا عن مكان ابراهيم الطاير. احتمال ما يكونش عارف مكانه. معقول؟ على العموم انت صاحب الجمايل وافضل عليه، وحبينا نستعين بيكي، يمكن يقولك انت على مكان ابراهيم.
إذا كان حسين مش مدان في حاجة فياريت يخرج، وفي الحالة دي يقدر يثق فينا ويقول لنا فين مكانه. أكيد هيخرج. الأستاذ حسين عمره ما كان مجنون، ده ضحية ظروف. أنا هتصل دلوقتي بإدارة المستشفى وهخلص إجراءات خروجه. هو حاليا في أوضة سمير، اتفضلي قبليه. بعد إذنك يا فندم. اتفضلي. سمير. حسين بعد ما يخرج لازم تكون عليه مراقبة مكثفة، وأكيد هيوصلنا لإبراهيم الطاير من غير ما يدرى. أنسة زينب، أنت إيه اللي جابك هنا؟ الحمد لله على السلامة. أنت قاعد هنا ليه؟ مش بمزاجي، أنا مقبوض عليا. أنت كان مقبوض عليك، لكن دلوقتي تقدر تخرج. أخرج أروح فين؟ تروح أي حتة أنت عاوزها. أنت مش عارفة إن أنا قتلت قتيل؟ أنا قتلت واعترفت. في حد برضو يعترف بجريمة ما ارتكبهاش؟ إيه؟ قصدك تقولي إبراهيم الطاير هو اللي قتل؟ لا لا يا أنسة، لا، إبراهيم لا يمكن يقتل. الخناقة كانت معايا أنا، وأنا اللي قتلت واعترفت. وإبراهيم كمان ما قتلش، لأن عتريس عايش وتقدر تشوفه عشان بعته يجوبه. يعني معنى كده أن أنا ممكن أخرج فعلا ويبقى ربنا أنقذني وأنقذ إبراهيم؟ إنقذ إبراهيم في إيديك. إزاي؟ تقول للبوليس على مكانه عشان يقدر يحميه من العصابة اللي بتطرده. دلوقتي بس فهمت قصدك، دي لعبة بتلعبوها عليا. أنسة، انت عارف انا بقدرك قد ايه، لكن اي مناقشة بخصوص ابراهيم انا مش مستعد لها. واضح ان مفيش عندك ثقة في حد. جايز، بس احب اقول لسيادتك حاجة، ابراهيم الطاير لو انقتل انت اللي هتكون المسؤول عن دمه. قرب يا محترم، قرب يا محترم، احجز تذاكر، احجز اماكن. تياترو حمام العجيب يقدم لكم اضخم واروع استعراض في العالم، ضحك، مرح، فكاهه، رقص شرقي وغربي، كباب وكفته، اماكن خاصه للعائلات. اليكم الساحر العجيب، الساحر العجيب يشق الفتاه الجميله حسناء امام حضراتكم بمنشار. احجز تذاكر، احجز اماكن، والزحام ممنوع، احذروا السوق السوداء. اضخم استعراض، اكبر النجوم. التذكره كانت في معرض روما الدولي ب50,000 ليرة طلياني، وكانت لاس في الاسم الجاسم امريكا الجنوبيه كانت ب$50، وفي مول سيدي عبد الرحيم القناوي ب4 رغيف الشمسي. النهارده عشان خاطر المواطن ب3.5 ساعة يا بلاش. الفن للجميع، المتعه للجميع. قرب يا حضره، النمره العالميه للبطل المغوار، النمره القاتله للبطل الالمعي زغلول الايوبي. زغلول الايوبي مع فاطمه الرقص الشرقي، نجمه الاذاعه والمرسح والسينما والتلفزيون وكاس العالم. فخرية فخرية. قرب يا محترم، الزحام ممنوع. انزل الإدارة أو الإدارة عايزاني. انزل. ربنا يستر. كمل يا ابني. قرب قرب يا اللي بعيد، قرب. معقول اللي بيحصل ده؟ أغيب عن المدعوة كام يوم أرجع ألاقيها خرابة؟ ده خرابة ولا حاجة يا سعادة البيت. فين الفلوس؟ فين الإيرادات؟ فاتحة تكية. ألف حمد لله على السلامة يا سعادة البيه، الملاهي كانت مظلمة. ألف حمد لله على السلامة، بقى لك كم يوم ما هلتش. ألف حمد لله على السلامة يا سعادة البيه. خليك بعيد. أهو كده الملاهي يبقى لها حس. فين الفلوس يا حمامة؟ معايا. أنا جاهز. جاهز ادفع. استني إيه؟ أعزم عليك؟ أترجاك؟ لا العفو. أهلا يا حضرتك. أهلا. اتفضل يا سعادة البيه. اتفضل يا بيه. اتفضل يا سعادة البيه. خير ربنا كتير اهو الحمد لله. لا لسه الأمانة. اتفضل يا بيه. ايه دول؟ دول 7 جنيه. 7 جنيه؟ حصتي في التياتر اللي هي 60% تطلع 7 جنيه في 10 أيام؟ ليه؟ دخل الناس وتدفع لهم فلوس؟ ظروف يا سعادة البيه، الامتحانات والزباين بيذاكروا
وكاس العالم كل سنة وانت طيب. ولو المطلوب منك 600 جنيه. الإيراد كله 300 جنيه يا سعادة البيه. 300 في 60 على 100 يبقوا 180 جنيه. أنت مديني 7 جنيه. أنا عاوز دلوقتي حالا 173 جنيه. ما تنساش يا بيه أجور الفنانين. فنانين؟ البهايم اللي معاك مسميهم فنانين؟ وأمي توفت يا بيه. أمك ماتت من 3 سنين. أنا قلت أمي، أنا بقول أبوي. شوف يا حمامة، أمك، أبوك، أختك، جيرانك، حتى لو عزرائيل شغال على عيلتكوا بس أنا ماليش دعوة. الأسبوع الجاي يا سعادة البي هدفع القديم والجديد. ومين اللي هيستنى عليك ساعة واحدة؟ هدوا التياترو بتاعه وحطوا مطرحه مرجيحة من المراجيح. ابعد عني. آخر فرصة يا بيه. لا آخر ولا أول. اوعى تنسى إنك سوابق وأنا متسطر عليك. يا بيه ربنا يكرمك. الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي يا بيه هدفع الاسبوع الجاي، ولو ما حصلش الاسبوع الجاي ابقى ركب مرجح زي ما انت عايز. ده انا غلبان يا بيه، ده انا بجري على يتامى وعجز. ربنا يخليك، ربنا يخليك. حن يا بيه حن. خلاص يا رجاله. يعني موافق يا بيه؟ ايوه. ربنا يخليك، ربنا يخليك. عندي ربنا الاسبوع الجاي ان شاء الله. الاسبوع الجاي. طب طب ادام بقى الاسبوع الجاي ناخد دول ونجيبهم مع بعض الاسبوع الجاي. متشكرين قوي. يعني سمعت رشون بيه. الحاجات اللي في العربية تحب سعادتك نوديها فين؟ ما توديهاش، روح جيبها وتعالى. أنا اللي أتويها بمعرفتي. عملية كبيرة عليك. أمر كبير. العيال بتوع التلات ورقات ولعبة الحظ والزهر والبلية عاوزهم بسرعة. قرب يا محترم، احجز تذاكر، احجز اماكن، الزحمة ممنوعة، احزار السوق السوداء. التذكرة كانت في معرض روما الدولي ب 150 الف ليرة طلياني، وكانت في طوكيو واليابان ب 50 ين. والنهارده باقي لحظات على رفع الستار. الحدث الضخم. امسك يا ابن الميكروفون، امسك عشان في واحد صاحبي هكلمه. امسك يا حبيبي. قرب قرب هنا يا تياترو حمامة العجيب. قرب قرب يا اللي بعيد. على ابو خليل. اتفضل. ايه مالك؟ انا اول ما شفتك عرفت ان احوالك مش مظبوطه. ولا يهمك، انت اشتغلت، انت مطرب. حمامه، انت تمنك كام؟ كل على بعضي ولا بنقطعي؟ ايه يا ابراهيم ما تفسر كلامك. 5000 جنيه كويس. ايه يا ابراهيم، عمرك ما كنت بالشكل ده ابدا. حمامه، انا هديك اللي انت عايزه، بس ما تبيعنيش لاي حد يزود بعد كده. قلت ايه؟ مش فاهم. انت بتتكلم بالالفات وشكلك بيشحت بريزه. بريزه؟ مستوره الحمد لله. انا بس اللي تعبان شويه. حمامة، لما تحب تبيعني تبيعني بكام؟ أبيعك؟ أنا لا يمكن أبيعك يا إبراهيم وأنت عارف. مهما كان التمن؟ أعرف مين اللي بيسعى وراك. ناس كتير، عشان كده أنا مش مطمن. البوليس؟ يعني البوليس يا حمامة مفيش منه خوف قوي. أنا خايف من ناس تانية. أنت باين عليك عامل عملة سودة. هي مش سودة قوي، هي أسود على أزرق على بني. معجنة حمامة. عشان كده أنا عايز أتوه عندك كام يوم. إبراهيم أنت عارف إن أنا أحطك جوه لين عيني، بس أنا مشبوه والعين عليا. مشبوه إزاي بقى؟ ما انت بتشتغل شغلانه شريفه اهي. اي نعم ابو خليل، بس يموت الزمار برضه اذا لقى شغلانه سهله على طول يخش فيها. ايه، بتلف في الملاهي تنشل الزباين؟ هنشل شيلانات وبرايز؟ لا، في حاجات تانية.
طب يا حمامة، لو طلبت منك حتة سلاح ألاقيها؟ من امتى وانت بتشيل سلاح؟ من النهاردة حمامة. أنا حاسس إن أنا بقيت لوحدي، وأنا ما بحبش أكون لوحدي. حتة السلاح هتونسني برضه. أنت عامل إيه بالظبط يا إبراهيم؟ لا يا شغلانة هايفة كده، بس كبرت شوية. باين عليك مهموم قوي. أنت خسران كتير يا إبراهيم. خسرت شريك. كان ليا الشريك ضاع مني في السكة. اتخطف مني حنان. انت طليان انما هتونسك قوي، بس تسلح بمخك ابراهيم، ما تستعملش السلاح الا في الزنقه. ما تخافش يا حمامه، انا واخد بالي كويس. وما تستعملش السلاح اذا كان البوليس وراك، هتعمل ايه الطوانجه قدام المدافع والبنادق ابو خليل؟ ما تخافش يا حمامه، السلاح هيكون وانس برضه. حمامه عايز كام؟ عيب يا ابراهيم، احنا دايما بنتحاسب في قعده حظ زي عوايدنا. شكرا ابراهيم. على عيني اسيبك تخرج كده، بس انت عارف انا مشغول والعين عليا. كفايه اللي انت عملته حنان، خلي بالك من نفسك. ابراهيم بقول لك ايه؟ مالك؟ بقول لك ايه؟ ما انت شايفنا اهو احوالي ماشيه ومبسوط والحمد لله. ما تيجي اكلم لك الاداره يشوفوا لك اي ركن، ركن النشان، البوم، فتح عينك تاكل ملبن وهتكسب وهو نبقى مع بعض. بعدين بقى ان شاء الله يا حمامه، لما اخلص من اللي انا فيه. مرحبا بك يا مرحبا بك ادلنا ابنا منى. ايوه يا مدام. بقول لك ايه يا منى، اذا حد سال عليا انا راجعه الساعه 9، وزي ما فهمتك مش عايزين زباين هنا في البانسيون لغايه ما ربنا يسهلها والطير يحط. حاضر يا مدام. نعيمة مش غبية، أنا خرجت زي ما أنت شايف كده بفستان، ودخلت عمارة بمدخلين. على ما خرجت من المدخل التاني كنت بلدي زي ما أنت شايفني كده. إبراهيم، أنت لسه زعلان مني؟ أنا زعلان من نفسي نعيمة، مش فاهم إزاي إيدي اتمدت عليكي، مش فاهم. المهم، أنت كويس يا إبراهيم؟ أنا كويس يا نعيمة، بنام كويس وباكل كويس وكل حاجة حواليا كويسة. وهتفضل كويس كده لحد امتى؟ انا ابراهيم الطاير، لما اعمل حاجة لازم اكملها نعيمة. بصي. ابص على ايه؟ شايفة حتة الارض الفضاء اللي هناك دي؟ مالها؟ دي بتاعتي، هشتريها، هبنى عليها لوكاندا وكازينو. هتكون افخم لوكاندا وكازينو على النيل. الأوضة فيها بالشيء الفلاني زي الحاجات اللي بنشوفها في السيما. إبراهيم، أنت بتحلم يا إبراهيم، وخلي بالك أنت بتحلم وأنت صاحي وعينيك مفتحة. يعني إيه؟ يعني بص لنفسك دلوقتي، أديك مرمي على الشط زي العواطلي، لا قادر تمشي في شارع ولا قادر تنام وتفرد طولك، والموت قريب منك قوي. لازمته إيه بس الغلب ده كله؟ مفيش حلاوة من غير نار يا نعيمة. بكرة أفكرك. أنا وإنتي هنبقى فوق حتة الأرض دي بعد ما تتبني القندة في آخر دور، وهبقى أشاورلك على الحتة اللي إحنا قاعدين فيها دي وأقولك فاكرة؟ فاكرة يا نعيمة؟ مش هيحصل يا إبراهيم،
انت عامله زي المغوق كده ليه؟ ما توحد الله. لا اله الا الله يا ابراهيم، بس انا عايزك ترضى بالقليل. صدقني يا ابراهيم القليل بيسعد احسن من الكتير. انا لا عندي لا قليل ولا كتير يا نعيمه. انا عندي. مش ابراهيم الطاير اللي يعيش على فلوس واحده ست، انت عارفه كده كويس. بقولك ايه، القعده حلوه وبلاش تقوي. انت ليه مش عايز تفهمني يا ابراهيم؟ هفهم ايه بس؟ هفهم ايه؟ تفهم عيشه الامان. تقدر تقوم تمشي معايا دلوقتي على كورنيش، تقدر تدخل محل تشتري لنفسك قميص او جوزين شرابات منه، تقدر تدخل سيما. ده انت بتنام في الطل زي المشردين. قادر تعمل لك حاجه الفلوس دلوقتي؟ لسه ما جاش الاوان يا نعيمه. ابراهيم العمر قصير يا ابراهيم، عيش الساعه اللي احنا فيها، محدش عارف الساعه هيحصل فيها ايه بكره. انت جايه ليه يا عزه فهمانه؟ جايه ليه؟ عشان عارفه انك ما بتحبش تقعد لوحدك. لما اقعد لوحدي احسن ما اسمع الكلام اللي انت بتقوليه ده، ده كلام يسد النفس. يعني عايز نمشي؟ لا، عايزك تغيري الموضوع. ابراهيم انت صعبان عليا يا ابراهيم. نعيمة الفلوس هناك وحتة الأرض هنا، كل حاجة هتخلص. حبني اللوكاندا والكازينو، البوليس ملوش عندي حاجة، والعصابة وقعت خلاص. لو كان ليها ديل أنا هعرفه. سرحانة في إيه؟ بحلم زيك. باللوكاندا؟ لا، نفسي اركب معاك قارب انا وانت بس. ما اللوكاندا هيبقى تبعها يخت، يخت سياحي. لا، انا عاوز اركب قارب خشب له مقاديف. اقول لها يخت سياحي تقول لي مقاديف. ابراهيم انت بتنام كده على طول في الضل؟ انا بنام في اي حته، انا طاير على طول. ابراهيم ما انتش خايف لحد يعرفك؟ ما تخافيش على ابراهيم الطاير يا نعيمه. مرحبا بك يا مرحبا بك يا ابراهيم. جاي تاني ليه؟ حمادة انا مش لاقي حته انام فيها. رحت الشيرتون لقيته قافل، رحت سمراميس لقيته بيهدوه، رحت الهيلتون لقيته مأجرينه مفروش للامم المتحده. انت هتقول لي ما انا عارف مستواك، معقول تحوط على لوكندات العتبه؟ بس لو اعرف انت عامل ايه كنت ساعدتك يا اخي. حمامة أنا حاسس إن أنا هستريح عندك. اتفضل في الاستراحة بتاعتي، هي خاصة بكبار الزوار. تعال ورايا. تعال يا إبراهيم. الاستراحة إيه؟ مجهزة بكل الأشياء، كل حاجة. أهو تلاقي تكييف الهواء، الفريجيدير. مفيش تليفون طيب يا حمامه؟ ده انت الظاهر عليك تعبان قوي. يا سلام يا حمامه، بقالي كتير ما نمتش من اربع حيطان والسقف. الامان، الامان حلو يا حمامه. طيب مش عايز حاجه قبل ما امشي؟ انا قبل طلعت الشمس هكون ماشي. لا لا لا، خد راحتك. مين ده حمامه؟ لا 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 ما تخافش، ده الظاهر الواد الغفير عايز تجاره. اهلا يا سعاده البيه. اهلا اهلا، اتفضل. رشوان بيه صاحب الملاهي، صديقي ابراهيم الطاير. اهلا يا ابراهيم.